توتو فهاد الموسم هذا عندنا واحد الفقره جديده في البرنامج اللي هي فقره الماسك. هاد الفقره هذه كيكون عندنا واحد الضيف اللي مخبي مور واحد الماسك وانت خصك تعرف عليه. ولكن قبل من الماسك كان ماسكيو حتى الصوت ديالو. دونك غادي نخليك تحاول تسول الضيف اللي مور الماسك ومور دوك مور ديك الشرجم. شكون هذا؟ شكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ماسكي شو الصوت كاع. دري دري باش نعرف. ها؟ دري ولا درية باش نعرف؟ وهذا الصوت ديال الدرية هذا؟ ها؟ واش هذا صوت ديال الدرية؟ واه كون ما كانش ماسكي ما نقول والو، ولكن انا بالي صوت الدرية ولا والو؟ راجل راجل راجل. فين كنت عارفو؟ ها؟ فين كنت عارفو؟ ما تقول ليه والو. قلت له عارفك عارفك ملي كنت صغير هو. من يلا تسدي. هذا الواليد زعما. لا لا ما نضلش. نحلو الشرجم. والله الا هو بالله. الله تعرف لك والله. عرفت والله الا أفضل. السلام عليكم. السلام. نهار كبير هذا. بارك الله فيك، الله يكبر بك. شرفتينا في هذا البلاطو اليوم. الله يفرجوني، الله يلاه يفرجوني، الله صراحة. توحشتك. فين شريكي؟ صافا؟ هاني؟ الحمد لله. مزيان؟ الله يرضي عليك. أنا فرحان بزاف أني استقبلك اليوم في البلاطو. بارك الله فيك. عجبني فاش قلتي ليه أنا كنعرفكم منين تزاديتي، تما فرجتينا. وخا الصوت. لا دابا الفوكابيولير عندك محكومه بالواليد. مزيان بخير؟ الله يلاه طرون كاين. نهار كبير هذا. الواليد كثر هذا في السقاري سقاري. تبارك الله عليك وشرف لنا تكون معنا اليوم. اليوم معنا طوطو طبعا. طه. معنا طه اسمح لي. فعلا معنا طه اليوم. طوطو ديالكم. طوطو ديالهم وديالنا. وطه ديالك. الله يخليه لك. بارك الله فيك. وطه طبعا شتيه ملي كبر ملي تزاد حتى كبر شتيه في المسار ديالو. مشاكلو مشاكلو هذا. فيه المشاكل بزاف. الصغر ديالو. كاريتا عظمى. لا كاريشة كاريشة قلت لك كاريشة. شنو الشأن والشغب اللي كان كيدير بزاف؟ سيرتو في العمارة. ها هو في الدروج ها هو مش عارف انت حسين الله يطول عمرك كل شيء تتشكى منه سيكين حسين الا كنت كتشوف هذا الفيديو اخويا حسين اسمح لي اخويا انا كاع داك الشيء اللي دوزت عليك في الصغر اخويا حسين وليدي كاس الناس وزازات كاملين اللي تشوف عليك شنو اليوم كيفاش كتشوف طه من بعد هذا المسار تبارك الله ومن بعد النجاح اللي وصل له كتفتخر به الان من طبيعة الحال ما كنتش باغي هذا الشيء هذا اللي في الأول ما تنعرفش ليه أنا بهذا الشيء ما كنتش نعرف هذا الشيء هذا وملي دخل هذا الميدان هذا وليت نسمع على هذا الشيء هذا وليت نتبعت أنا الأحداث ولا عنده انستغرام أنا عندي ليك سويس غدا لا لا ضروري كل شيء فولو الواليد أنا كل شيء فولو الواليد في انستغرام يعني اليوم شنو ممكن تقول لطه هو الآن المغرب كله كيعرفو كيعرفو أيضا خارج المغرب خصو يحاول هاد السمعه اللي كانت عنده شي سمعه مزيانه يخليها تبقى عنده دائما وما يحسش براسو بانه راه وصل لشي حاجه اللي راه الانسان راه واخا ما توصلش واخا تيقول لك وصل الانسان راه ما توصلش من حد الانسان بالحياه هو غادي تتعلم تتعلم تنصحوا يعني ان ما يكونش الغرور ان يكون دائما الغرور لاي واحد لا في الرياضه لا في الموسيقى لا في كل شيء التواضع ما كاينش ما احسن التواضع شنو الخصله اللي كتعجبك في طه الصراحه ما يخليهاش تبات عنده في بلاصه في بلاصه يعطيك ما تباتش عنده بالاخص جريء
ما عنده غرض. شنو خداتها منكم السي عبد الرزاق؟ مني انا؟ اه خديش موسيقى؟ خدا شويه الموسيقى. عندي ودن موسيقية، تنسمع الموسيقى لجميع الأنواع ديال الموسيقى. بارك الله عليك. الغربي، الشرقي، الشعبي، كل شيء. أنا بحال دابا الكونيسونس دابا الموسيقى العربي اللي كبر جباه خديتها من عندك. بعدا سير شو أم كلثوم كما كنسمعها مع الوالد. واجي ندير واحد التيست للوالد دابا، نعطيو ثلاثة المقاطع ديالو، واحدة مغربي، واحدة شرقي. شوف واش تعرفهم ولا تعرفهم. غير اسفهم خصك تعرفهم. نبدا بالخياط. برافو. قطار الحياه ذكروا هذه. لا المهم عبد الهادي بالخياط. عبد الهادي بالخياط، تبارك الله عليك. يلا نسمع وقت اخر. كلثوم طبيعة الحال. كلثوم كلثوم، تبارك الله عليك. شوف باباك ودو الموسيقى. كون سولتك دابا كون قلت لي جيت تحتابو. هذه اللي بغيت نقول لك. انا 2017 كنت عند واحد تبع الفواكه الجافة عنده مزرعه. اييه 2017 سمعت شي دراري يقول له طوطو غنى في الخنساء عطاو 5000 درهم. هذه واعره هذه. وشي اسبوع وانا تنتسنى فيه باش يجي. فعلا جا قلت له السلام. هذا قلت له واش تعرف محمد عبد الوهاب؟ قال لي واش خالك؟ حيت عندي واحد خالي اسمه عبد الوهاب. قلت لي لا راه كاين عبد الوهاب. قال لي اللي كان مع ام كلثوم. قلت له الجنرال. قال لي مالو؟ قلت له شي عامين و تيلحن في واحد الاغنيه وملي سالا عطاوها 3000 درهم وانت سبيتي عباد الله في نص ساعه وعطاوها 5000. يلا نسمع اخر مقطع. مغير دوك حافظ اغانيك. قال لك عنده، قال لك بابا عنده جمع الشعبي. عطيونا شي حاجه الشعبي نشوف واش عارفها. حميد زاهر. حميد زاهر اشتاك في الزين. اشتاك في الزين. وانا راجل مسكين. الفرقة الموسيقية. شكرا بزاف. شكرا بزاف. سي ياسين بن فضول والفرقة ديالو، تبارك الله عليكم. شكرا سي رشيد، نهار كبير هذا. الله يحفظك. بارك الله فيك. تشرفنا بك. تبارك الله بهذه الروح المرحة ديالك وبهذه الثقافة الموسيقية اللي عندك. بارك الله اللي ما جابهاش ورثها. جزاك الله خيرا. الله يحفظك. بارك الله فيك والله يرضي عليكم جميعا. بارك الله عليك. شكرا تفيقة تحرى علي عفاكم. وليك. شكرا بزاف. بارك الله عليك. شكرا. شكرا.